أما الآن سنكون برفقة زميلة نجلاء السندي والحديث عن انطلاق فعاليات الكرنفال الفلكلوري الشعبي السنوي في قضاء باطوف الحدودي في زاخو. نجلاء، مساء الخير، تفضلي. نعم زملائي، تحية طيبة. أتواجد حاليا في إحدى القرى الحدودية ضمن إدارة زاخو المستقلة، وتحديدا في قضاء باتوفا في منطقة قلعة شاباني، حيث من أجل ترسيخ التعايش وإحياء العادات والتقاليد الفلكلورية الكردية في هذه المنطقة، نظمت جروب تطوعي الشباب في قضاء باتوفا مهرجان الفلكلوري السنوي لإحياء العادات والتقاليد الفلكلورية الخاصة بهذه المنطقة بحضور العشائر الكردية من جميع المناطق وحتى من كردستان سوريا وكردستان إيران وتركيا لمشاركة في هذه المهرجان الذي يعتبر من المهرجانات السنوية الفلكلورية المهمة للمنطقة. وللحديث أكثر ينضم معي السيد كوفان حسين، أحد منظمي هذه الحفل وأحد من أهالي هذه القرية. أهلا وسهلا بزاقروس في منطقة باطوفة، قضاء باطوفة. اليوم هو حدث سنوي تقريبا كل سنة تقام هذه المراسيم لجمع أكبر العدد من العوائل والأقرباء في أهالي المنطقة كلها بإدارة زاخو المستقلة. وبرنامج الحفل أكيد هو فلكلوري، تشوفون تقريبا الكل لابسين كردي. هناك برنامج مسابقات ألعاب فلكلورية، هناك زيارات لبعض المرضى، هناك معرض راح يكون موجود بهذه المناسبة. أهلا وسهلا بكم. وأهمية إقامة هكذا مهرجان؟ الأهمية هو للترابط الاجتماعي وتقوية العلاقات والأواصر بين أفراد المجتمع وبين أحبائهم وناسهم من كل محافظات زهوك منطقة بهدينا. شكرا جزيلا. طبعا زملائي كما تشاهدون الحضور المتميز للعوائل الكردستانية والعشائر الكردستانية من منطقة باتوفا. طبعا كما أشرت أن هذا المهرجان يقام سنويا في هذه المنطقة تحديدا في قلعة شاباني بتجمع العشائر الكردية ومن أجل إحياء التراث والعادات الكردية. طبعا تضمن المهرجان إلقاء عدد من الأغاني الفلكلورية الكردية الخاصة في منطقة باتوفا، وأيضا إلقاء الكلمات من قبل رؤساء العشائر من هذه المنطقة ومسابقات، إضافة إلى إلقاء الأشعار وتقديم الهدايا لرؤساء العشائر يعني للحفاظهم على هذه الموروث وهذه العادات الخاصة بالمنطقة ونقلها إلى الأجيال الجديدة للحفاظ عليه. طبعا ما يميز مدينة زاخو هو طابع العشائري، خصوصا في القرى الحدودية نشاهد يعني التمسك العشائر الطابع العشائري، لا تزال هناك حفاظ يعني العادات والتقاليد المتوارثة خصوصا في القرى الحدودية في هذه المنطقة. إقليم كردستان تمتاز بطبيعة خلابة، يعني نحن الآن في منطقة أو قلعة شاباني من إحدى المناطق الطبيعية الممتازة التي تمتاز بالخضار، فيعني شجعت في هذه التجمع العشائري لنقل هذه التراث إلى الأجيال الجديدة. نعم زملائي. نجلاء